السلام عليكم. أهلنا قبل قالوها من سنين، النجاح جبل ما تصعده وإيدك بعبك، أنا وإيدك بجيوبك. وهذا هو المبدأ اللي تعمل بيه ريلمي، واللي رغم عمرها القصير نسبيا بعالم التليفونات، لكن بلشت بصعود جبل النجاح. وهذه السنة هي الشركة الوحيدة بالعالم اللي حققت دبل الديجيتس أو ضعف مبيعاتها رغم الوضع الاقتصادي حول العالم وظروف الفيروس وغيره. وأهم مبادئ عمل ريلمي هو اكتساح السوق بخيارات متنوعة لكل فئة وأي فئة سعرية بالسوق. وجهاز اليوم هو الأفضل للفئة المتوسطة من اللي تقدمه ريلمي لأسواقنا، راح يوفر لك ميزات نادر إن لم نقل استحالة أن تحصلها بهذا السعر حتى هذه اللحظة. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم مع وحش ريلمي للفئة المتوسطة الريلمي 7 برو، ومعاينة سريعة لأهم ميزاته. لكن تجربتنا الكاملة راح تجيكم إن شاء الله قادم الأيام، فلا تنسون لايك واشتراك وتابع القناة حتى تتابع ويانا كل أخبار الجديد من التقنية. خلينا نبلش بالفيديو. ريلمي وثيمها الأصفر اتغير بال7 برو أو بالنسخة اللي يعدي يمي، ومثل ما تشوفون الممثل الهندي سلمان خان موجود على الباكيت. هذا يعطيكم إيحاء هذا الجهاز اللي يسوق وأي سوق راح يأثر أكثر شيء. لكن الباكيت والعلبة مثل ما متعلمين من ريلمي عادية جميلة جدا، الثيم الأبيض طاغي وليس الأصفر. راح تشوف رسالة ترحيب تلقاها بالعلبة بعائلة ريلمي ترحب بيك بهذه العائلة. عدا عن الجهاز الجميل اللي راح تنصدمون مثلي بالشاحن الوحش اللي يراد لها وحدها فيديو كامل، لأن شاحنة بقدرة 65 واط. إيه أصدقائي، مثل ما سمعتوني 65 واط بجهاز سعره أقل من 300 دولار. وبالحقيقة سعر الريلمي 7 برو حاليا بسوقنا العراقي هو 299 دولار أمريكي، تقريبا يطلع 367 ألف دينار عراقي بضمان من وكالة ريلمي. لكن لازم تتأكد من وجود شعار شركة ZMC على العلبة حتى تعرف انه جهازك مضمون بشكل اكيد. نرجع هسه للجهاز الريلمي 7 برو ونشوف بشكل سريع اهم ميزات لهذا الوحش، لان الريلمي 7 برو باكيج متكامل من كل النواحي لكن في فئتها السعرية. ظلوا وياي وكمل الفيديو للاخير حتى ما تفوتك التفاصيل. بظهر واطارة من البلاستيك، لكن الفينش وتوزيع الانعكاسات يحسسك انه مصنوع من الزجاج. الجهاز بإيده خفيف، وزنه 180 غرام تقريبا. سماعتين ستيريو سبيكر سفلية وعلوية، مدخل سماعات 3.5 ملم أيضا موجود. ظهر الهاتف طبعا مغطى بطبقة مقاومة أو طاردة للمي، لكن الجهاز غير مقاوم للمي والغبار بأي معيار رسمي. خلي بالك حافظ على استثمارك من المي. الشاشة جميلة جدا من نوع الأموليد. وأخيرا ريلمي تركتنا شاشات LCD وحولت على شاشات الأموليد بهذه الفئة السعرية. قياسها ممتاز، عند 6.4 بالعشرة انج، دقتها فول اتش دي بلس، محمية بطبقة حماية من كورنينج من الجيل الثالث. وقبل ما راح تسألني راح اجاوبك، الشاشة ترددها 60 هرتز مو مثل 90 اللي معودتنا عليها ريلمي باقي الاجيال، حتى اللي ارخص منه ريلمي 7 شاشته 90 هرتز. عني عن نفسي انا افضل ان اشتري شاشة اولد 60 هرتز على 90 هرتز LCD باي يوم وباي وقت وباي جهاز. شاشات الاولد ماكو شي ينافسها بالجمال والألوان. لازم أذكر أن البصمة بالجهاز ضوئية تحت الشاشة سريعة جدا أثناء تجربتنا الأولية إلها، ما شفنا وياها أي مشاكل لحد هذه اللحظة، لكن انتظروا تقييمنا الكامل للجهاز في فيديو قادم إن شاء الله. أرجع هسه للشاحنة والبطارية اللي سولفت لكم عليها بداية الفيديو، لأن الريلمي 7 برو بطاريته مو الأكبر 4500 ملي أمبير، لكن هذا الشيء صار عادي. بس المعادي هو الشحن، وشحن سوبر سريع سلكي أسطوري قدرته 65 واط، يعني بطارية جهازك تنشحن من 0% خلال 30-32 دقيقة كحد أقصى، 50% شحن خلال 10 دقائق. تشرب استكان شايك الصبح، تخلي جهازك على الشحن وتنطلق يوم كامل يكفيك. الشاحنة بالباكيت شفتوها موجودة أصدقائي، مو مثل غير شركات شالت حتى الشحن. إذا رجعنا المحرك الريلمي اللي شغل لنا هذا الجهاز، فهو معالج من شركة كوالكوم، هو السناب دراجون 720G، صح معماريته 8 نانومتر، بطاقة رسومياته ممتازة هي الأدرينو 618. هذا معالج فئة متوسطة بتحويرات متعددة موجه للجيمين بفضل بطاقة الرسوميات القوية
اللي موجودة بمعالجات من فئة أعلى، لكن تجربتنا ويا المعالج راح تجيكم في فيديو كامل بالمراجعة التفصيلية. عندك رامين أيضا، النسخة الوياه هي 8 جيجا لكن قد تلقى أيضا 6 جيجا، خيار بذاكرتين إما 628 أو 6256 أو 828 أو 256 جيجا. إذا نرجع للكاميرات راح نشوف نفس اختيارات ريلمي آخر سنتين. الظاهر ريلمي مقتنعة بأداء هذه الخلطة وسعرها. عدسة أساسية ممتازة جدا بقوة 64 ميجا بكسل، متحسسها من سوني وفتحة عدسة F1.8. هذا المتحسس يدعم تقنية دمج البكسلات أو البكسل بينينج، فينطيك صورة بقوة 16 ميجا بكسل، تفاصيلها كبيرة وكثيرة. العدسة الثانية ألترا وايد قوتها 8 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي ممتازة بقوة 32 ميجا بكسل، سلفيات وستوريات أشبع من كاميرات السلفي. آخر عدستين تحلف بيهم ريلمي، واثنينهم بقوة 2 ميجا بكسل، واحدة للماكرو والثانية للعمق. عن نفسي ما أشوف منهن أي فائدة. ريلمي خلت لك بالسفن برو بلوتوث 5.1 الأحدث، على مود تستعمل سماعاتك الوايرلس من ريلمي اللي احتلت أسواقنا حاليا بسعرها وجودتها وتصميمها. أيضا عندك بالجهاز واي فاي 6 من الطراز الأحدث، ما شفته أني من تجربتي القصيرة ويا الجهاز حتى اليوم. عجبتني الشاشة والبطارية والسماعات، رغم قلقي من المعالج وهذا الشيء أني ما أخفي، لكن التجربة الشاملة اللي نطحن بيها الجهاز عندنا جايتكم. فتابع القناة وفعل الجرس حتى ما يفوتك الفيديو. هذا كان كل ما عندي هذا اليوم أصدقائي، أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.